طيب دكتور، كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل، كنت بسألك عن تطوير استخدام اللغة العربية في فن التراث الغنائي تحديدا، لأنه الأقرب للناس في الشارع. كنا بنتكلم عن مثلا مرحلة زي مرحلة السيدة أم كلثوم لما قررت أن هي تعيد استخدام اللغة العربية ولكن بشكل يفهمه السميع زي ما هي قالت. دلوقتي أيضا في تبسيط إلى حد كبير في استخدام اللغة العربية. كنت برضه لا تبسيط ولا ما هو ده بقى السؤال، هل شايف ان حضرتك ده تطويع للغة العربية وفقا لمقتضيات العصر ولا حاجة تانية؟ لا، اللغة العربية وفقا لمقتضيات العصر تصلح لكل زمان ومكان. واللغة العربية منذ نشأتها من قبل العصر الجاهلي أو من قبل عصر الرسالة ب1500 عام منذ مبتداها، ولها جذور نستطيع من خلال هذه الجذور أن نأتي بالمشتقات المختلفة التي تتناسب مع العصر. واللغة العربية عباءة فضفاضة تستوعب تحتها كل ما يدخل إليها من لغات أخرى ومن مستحدثات ومكتشفات. لكن حينما ننسج من هذه اللغة بعض العبارات وبعض الكلمات التي يتغنى بها البعض، وهي ليست من أي لغة من لغات الأرض، وإنما هي حروف مجمعة ليس لها معنى، وإنما هي يعني لا أستطيع أن أعطي لها أي مدلول أو أي لفظ أو أي مفردة ممكن تأتيني في ذاكرتي عن مسمى هذه الكلمات. هذه دخيلة على اللغة، بل هي سموم في إطار ليس اللغة العربية فقط، وإنما كل لغات العالم التي تندرج تحتها مثل هذه المفردات ليس لها أي أساس، لا جذر لغوي ولا مشتق ولا نحت ولا أي يعني شيء. احنا اللي بإيدينا مش عايز أقول نسيء، ولكن لا، مفسدة هذه. مفسدة للغة العربية. هذه مفسدة لأي لغة حينما تدخل إليها ألفاظ عبارة عن حروف متركبة فيما بينها ليس لها أي انسجام وليس لها أي معنى وليس لها أي هدف إلا التضليل. فهذه ليس بغناء وليس بكلمات وليس بلغة على الإطلاق. طيب خلينا من خلال اللي حضرتك بتقوله نستوضح منك، هل اختلفت جماليات اللغة العربية على مر العصور؟ يعني إذا كنا بنتحدث عن الشعر الجميلي الجاهلي عفوا وصولا إلى الشعر المعاصر، هل اختلفت الجماليات باختلاف العصور المختلفة يا دكتور؟ هذا يسوقنا إلى أن نتساءل ما الجماليات التي توجد في اللغة العربية. بالضبط، الجماليات التي توجد في اللغة العربية ولا توجد في لغات أخرى الإفصاح الإبانة. فاللغة العربية قرنت بالإيضاح بالإفصاح بالإبانة على عكس اللغات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، اللغة العربية فيها الترادف ولا يوجد في اللغات الأخرى. الكلمة أو المعنى الواحد نستطيع أن نأتي من يعني لهذا المعنى بأكثر من كلمة. نقول الحب، العشق، الهيام، الشغف، الشعف، وهكذا قص عليها كلمات أخرى كثيرة. وهذه إن كانت كل كلمة تعطي طاقة من المعنى تختلف عن الكلمة الأخرى، إلا أن في النهاية هذه كلها تشير إلى ما يسمى مثلا حب. فهي تشير إلى هذا المعنى. بالإضافة أيضا إلى أن اللغة العربية فيها ما ليس في اللغات الأخرى، وهي الكلمة التي تحتوي تحتها مضامين مختلفة. كلمة ضرب مثلا، ضرب زيد عمرو مثلا، يبقى عاقبه مثلا. ضرب الله مثلا، هذه يعني أعطى أو ذكر بالضبط. ضرب الله موعدا، ضرب العملة، صك العملة. إذن هذه كلمة ضرب، ولكنها أتت بكثير من المعاني المختلفة. يعني ممكن هنا التفرد اللي حضرتك تقصده يا دكتور، يعني اكثر من وجود مرادفات بعض اللغات الاخرى. هذه ليست في لغات اخرى، ما هذا هو التفرد فعلا. نعم. يعني انا عندي ترادف، عندي افصاح، عندي ابانه، عندي الكلمه تعطي اكثر من مدلول. ده حتى الكلمه حينما تشكل تعطي معاني اخرى. يعني حينما اتحدث عن عرض غير عرض غير عرض، وهي كلمة واحدة، وإنما التشكيل هو الذي أعطاني هذه المدلولات المختلفة. ائتوني بأي لغة من اللغات تعطيني مثل هذا الأمر، لا يمكن. نعم. إذن اللغة العربية في جمالية، هذا غير الأخيلة وهذا والخيال والصور التركيبية والصور البلاغية والبيانية. كل هذه الأمور تعطي جماليات للغة العربية، إن من البيان لسحرة.
طيب احنا يعني لما بنيجي بنشوف بعض الاجانب اللي بيجوا مصر علشان يدرسوا اللغه العربيه يقول لك انا بدرسها لان هي لغه حلوه جدا، لغه فيها معاني كتير، هل ده معناه يا دكتور انه جماليات اللغه العربيه لا تقتصر فقط على المسامع العربيه؟ جماليات اللغه العربيه اولا كل لغه فيها جماليات وكل صاحب لسان يعشق لغته، لكنه حينما يتبصر بلغه الاخر يعلم مقارنة بين لغته واللغة الآخر، ناهيك عن أنه يتعلم اللغة العربية فيجد فيها هذا البحر الزاخر من المعاني ومن الكلمات المختلفة، للدرجة التي جعلت حتى بعض المؤلفين يسمون كتبهم بما تحتويه اللغة من 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 مخزون لغوي. هذا الفيروز أبادي يسمي كتابه القاموس، يعني البحر.